الله يخليك، لا تحلم انك تطير لانه مستحيل. احلم انك تمشي مع الناس وتكون مميز باخلاقك وافعالك. لا تنسى على طريقك تكون اجتماعي، واذا حبيت خليك سريع البديهة، وابدا لا تكون معه، بس ها لا تكون تعقد الناس وانت على بالك شخصية. بالله لا تقول ما اقدر لان اصغر منك يقدر. اهدم العقبات بس لا تبنيها لك ولغيرك، لان غيرك حيفكر انك حسودي. التنازل شيء جميل جدا، والتمادي بطال. لا تعتقد ان اللغة الانجليزية قاية، بل هي وسيلة تفتح لك افاق جديدة. يعني بلاش هياط، حاول تساعد غيرك علشان غيرك يساعدك. امك وابوك لا تتعداهم علشان لا يتعداك الناس، واذا تقدر حاول تعاملهم زي ما عاملوك، يعني مو مطلوب منك الا رد الجميل. اذا تقدر انظر لابنائك وابناء اخواتك واخواتك بعين واحدة علشان اولادك يحبون بعض. اكثر ممكن تسويه او اكثر شيء ممكن تسويه لاولادك انك تحب امهم. انت من تصنع دنياك فاحسن اختياراتك. اكسر حاجز الخوف واجعل الايمان يملأ قلبك. لا تستشير العنصري لان عقله صغير. الرياضة تجمع الناس وعمرها ما تفرق. والكذب حبله قصير، فلا تخلي علاقاتك قصيرة بالكذب. النية الصافية دائما أرباحها صافية. إذا تعبت رجاءً استريح بس لا توقف. أشوفكم على خير.